ماتشات النهارده ايه؟ النهارده في ماتش واحد بس في بطوله الدوري المصري، وهي مباراه سموحه مع غزل المحله، هتبتدي بالظبط كمان 10 دقائق او 12 دقيقه، ميعادها الساعه 5 وربع في بطوله الدوري في اطار الجوله رقم 11 على ما اظن يعني. كمان في كاس رابطه المحترفين الانجليزيه الكاراباو كاب، النهارده مباراه قويه قوي قوي ونهائي هذه البطوله ما بين تشيلسي وليفربول. كل التوفيق يا رب يكون لليفربول عشان نجمنا المصري محمد صلاح يحقق بطوله محليه اخرى مع ليفربول بعد ما قدر ان هو يحقق بطوله الدوري الانجليزي سابقا، فبالتالي هيبقى لقب جديد في مسيرته الاحترافيه المميزه جدا جدا. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. الماتش الساعه 6:30 يعني كمان ساعه ونص تقريبا. الدوري الانجليزي مباراه اخيره ضمن مباريات الجوله الحاليه في هذه البطوله المميزه، وهي مباراه ويستام يونايتد مع ويلفرهامبتون. مباراة ابتدت الساعه 4، الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف، والشوط الثاني ابتدى في هذه اللحظات. اما بخصوص الدوري الاسباني، فالنهارده فياريال كسب اسبانيول فوز كبير جدا بنتيجه 5-1. إشبيلية هيلعب 5:15 مع ريال بيتيس، ريال سوسيداد الساعة 7:30 مع أوساسونا، برشلونة مع أتلتيكو أو أتلتيك بلباو الساعة 10 بالليل. ده فيما يتعلق بالمباريات في مختلف البطولات حول العالم النهاردة.